ينضم إلينا مراسل الغد من خان يونس إبراهيم فنان ومن القدس المحتلة محمد الفنيش. أبدأ معك إبراهيم من خان يونس، كيف هي الأوضاع الآن؟ يعني الأوضاع على حالها، ما زالت الطائرات الحربية الإسرائيلية تقصف شقق ومنازل للمواطنين الفلسطينيين في جنوب قطاع غزة. كان آخرها قبل أقل من 10 دقائق غارة إسرائيلية على مدينة حمد، وهي الغارة للمرة الثانية التي تقوم بها قوات الاحتلال بهذه الغارة على مدينة حمد، حيث أدت هذه الغارة الإسرائيلية إلى إصابة 7 مواطنين وتدمير الشقة السكنية المستهدفة. المصابون هم من جيران الشقة السكنية. على ما يبدو أن الشقة عندما قصفت لم يكن بها أي أحد من المواطنين، لذلك لم يكن حتى اللحظة لم يصل إلى مجمع ناصر الطبي أي شهداء. يعني بهذه كانت قبل ذلك غارة على مدينة حمد قبلها بنحو أقل من ساعة، أدت إلى استشهاد 4 مواطنين وإصابة آخرين في استهداف لشقتين سكنيتين في هذه المنطقة. تلا ذلك أيضا سلسلة من الغارات الإسرائيلية على المخيم الغربي بخان يونس وعلى المناطق الشرقية، لكن هذه الغارات على مخيم خان يونس لم تسفر عن وقوع إصابات، باستثناء غارة إسرائيلية على منطقة معن شرق خان يونس أدت إلى استشهاد 4 مواطنين، فيما لا تزال الطائرات الحربية الإسرائيلية تقصف بعنف وبقوة المناطق الشرقية لخان يونس بالتوازي مع عمليات قصف لمنازل المواطنين في مدينة رفح، كان آخرها قبل قليل عندما أغارت قوات الاحتلال الإسرائيلي أو الطائرات الحربية الإسرائيلية على منزل لعائلة أحد المواطنين لعائلة الزاملي، أدت إلى استشهاد 4 مواطنين وإصابة 13 آخرين. سبقها غارات عدة على عدد من منازل المواطنين أدت إلى أيضا استشهاد عدد من المواطنين وإصابة آخرين. كما تمكنت قوات الدفاع المدني والإسعاف من انتشال عدد من جثامين الشهداء من تحت أنقاض المنازل التي تم تدميرها. الأحداث الأكثر تصاعدا ربما الآن في مدينة في حي الصفطاوي في مدينة غزة، حيث قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية منزلا مكون من 4 طبقات. يعني هذا القصف أدى إلى سقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى، يعني نتحدث عن ما يزيد عن 10 شهداء وإصابة 10 المواطنين في هذا القصف الإسرائيلي، بالتوازي أيضا يعني مع قصف على منطقة شمال غزة، وأيضا هناك عدد كبير من الشهداء ومن المصابين. عمليات القصف مستمرة متواصلة، يعني مجازر ترتكب بحق المواطنين. إسرائيل تقصف المنازل، تقصف العمارات السكنية، تقصف الأبراج، لا وهذا كله يؤدي إلى وقوع الكثير من الضحايا والمصابين، عدد كبير من الشهداء، عدد كبير من الضحايا. هذا كله يؤثر على الواقع الصحي والطبي في قطاع غزة الذي بدأ يعني يدخل في حالة يعني حالة من عدم القدرة على العمل، حالة في ظل هذا الضغط الكبير وفي ظل هذا العدد الكبير من الشهداء. في مجمع ناصر الطبي على سبيل المثال تم يعني إنشاء مستشفى ميداني لاستقبال الجرحى والمصابين بعد عجز وبعد نقص الأسرة. يعني هذا هو يعني بداية العمل على المستشفى الميداني، بدأ العمل به لكنه بحاجة إلى المزيد من الأسرة والتجهيزات، ونصب هنا من أجل استكمال إجراءاته من أجل استقبال الإصابات والضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وعلى مدينة خان يونس التي شهدت سلسلة كبيرة من عمليات التصعيد الإسرائيلي. عدد كبير من الشهداء المحافظات الجنوبية على الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة، تحديدا على محافظة خان يونس منذ بداية العدوان، نتحدث عن قرابة 320 شهيدا في محافظة خان يونس وأكثر من 1300 جريح. أيضا محافظة رفح كان هناك منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة حوالي 130 شهيدا بالإضافة إلى 800 جريح. هذا العدد الكبير في محافظات فقط خان يونس
يونس ورفح ويعني المحافظات الأخرى، هناك عدد كبير من الشهداء ومن الجرحى الذين سقطوا بفعل الغارات الإسرائيلية المدمرة والقاتلة، والتي يعني تعتبر منافية لكل الأعراف والقوانين الدولية والقانون الدولي الإنساني. هي بحاجة يعني ماسة إلى تدخل دولي وتدخل أممي عاجل لوقف هذه المجازر ووقف هذه المذابح التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. يبدو أن هناك الآن قصف وتجدد للغارات الإسرائيلية. تابعنا هذه الكتل من اللهب التي هي في السماء وتهبط على أرض قطاع غزة. سنتابع مع مراسلينا ما هي الأهداف وأين تحديدا هي متواصلة الآن، ونشاهدها مع حضراتكم على الهواء. يبدو أنها ليست من الغارات العادية، ولكن يتم استخدام أنواع متعددة من التفجيرات أو التفجيرات التي أو المتفجرات التي تحدث أنواع مختلفة من الأضرار في قطاع غزة. سنتابع مع حضراتكم تفاصيل هذه الضربات الجديدة التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي ويواصل عملياته العسكرية في قطاع غزة من تدمير وقتل، وأيضا بالإضافة إلى الحصار المطبق الذي يطبقه على القطاع بقيامه بقطع المياه والكهرباء والإمدادات الأساسية من غذاء ودواء لهذا القطاع. نعود إليك إبراهيم. إبراهيم، كيف هي الظروف في ظل انقطاع الكهرباء والمياه والإمدادات؟ يعني أفدنا قبل قليل أنه يعني بعيدا عن هذا السؤال أن القصف الذي تسمعه هو يعني غارات كثيفة من المدفعية الإسرائيلية تقوم بقصف كل كافة المناطق الشرقية لحي الشجاعية بعشرات القذائف في هذه الآونة. قذف يعني قذف مدفعي كبير على شرق حي الشجاعية، وهذا الحي الذي تعرض أيضا منذ بداية العدوان إلى سلسلة كبيرة من القصف بالطائرات الحربية وقصف بالمدفعية الإسرائيلية. الواقع الصحي والطبي في قطاع غزة هو واقع متهالك، هناك يعني أشبه بإعلان القطاعات الطبية هي قطاعات منكوبة تعاني من أضرار جسيمة لن يكون بمقدورها العمل في قادم الأيام بصورة كبيرة جدا بسبب نقص إمدادات الوقود وبسبب انقطاع التيار الكهربائي. عدد ساعات وصل التيار الكهربائي إلى المواطنين لا تتعدى الساعتين إلى 3 ساعات، كنا نتحدث منذ بداية العدوان 4 ساعات، الآن تناقصت هذه الساعات إلى 2 ساعات و3 ساعات. هذا يعني يشكل تهديدا حقيقيا على المشافي التي اليوم يعني أعلنت يعني نداء عاجلا واستغاثة عاجلة لكافة المنظمات الحقوقية والمنظمات الدولية بضرورة الضغط على الاحتلال لضمان يعني إمداد هذه المشافي بالتيار الكهربائي حتى تقوم بأداء خدمتها ورسالتها تجاه الجرحى واتجاه أيضا المرضى. آلاف يعني من المرضى يتوافدون على هذه المشافي، أيضا آلاف من الجرحى يتوافدون على هذه المشافي في ظل نقص كبير وحاد في الأدوية والمستهلكات الطبية الأسرة. يعني جميع المستشفيات قطاع غزة لم تعد قادرة على استيعاب المزيد من الجرحى ومن المصابين، وهناك حالة يعني صعبة جدا خاصة بعد أن تحولت عدد من مشافي قطاع غزة وتحديدا مجمع ناصر الطبي إلى مراكز لإيواء النازحين من أماكن ومواقع القصف.